صالح شاب طموح حركته رغبة داخلية لتحقيق الذات والاعتماد على النفس من خلال مشروع أطلق عليه اسم بسطة الهمم، يبيع من خلاله أنواع مختلفة من المكسرات، مؤكدا للجميع أن الإعاقة لا تقف عائقا أمام همته العالية. إرادة وعزم، توجتها رغبة في الاعتماد على النفس من خلال اقتحام عالم التجارة التي من الممكن أن تفتح لصالح باب رزق يساعده حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه. فكرت في المشروع نبيع حب ومكسرات يعني منوعة، ويعني الحمد لله لقيت صدى كبير من المجتمع البحريني، يعني خصوصا أول ما بديت قعدت في على الشارع يعني عند البيت، الحين أدخل روحي في معارض وهل اللي يصير في المجمعات وكذي. بسطة الهمم مشروع بسيط بعائد مجزي، استطاع خلال فترة قصيرة أن يكون له زبائن تأتي خصيصا لشراء تلك المكسرات والبضائع ذات الجودة العالية والتي تباع بأسعار معقولة. أنا أصلا أحب الأشياء اللي فيها علاقات عامة بيني وبين الناس، خليني أحتك بيني وبين الناس، فأوردي أنا اجتماعي لدرجة أولى يعني، فما خفت من هالشيء، قلت هي تجربة وإن شاء الله تنجح، الحمد لله يعني أشوف إن الحمد لله مشيت فيها، يعني في ناس حتى يدرون عني إن مثلا شاركت في المعرض الفلاني حتى يجوني إلى المعرض علشان يشترون من عندي يعني. صالح اليوم يمتلك طموحا يعانق حدود السماء ويسعى لأن يكون له محل خاص يعرض فيه منتجاته ليتميز في السوق بهذا النوع من الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار. أصحاب الهمم اليوم يقبلون على المجتمع حاملين معهم مفاتيح السعادة، مؤكدين على أن الإعاقة لا تحد من العطاء. عندما تكون الإرادة سيدة الموقف فإن الرغبة في الاعتماد على النفس تغدو أكبر، فتدفع الإنسان إلى العمل ليكون له بصمة إيجابية في المجتمع. خلل القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.